في كازاخستان نؤمن بإمكانية بناء جسور إلى المستقبل، جسور تربط الشعب بالعالم، جسور تبنى على الحوار المشترك والاهتمامات المشتركة والقيم المشتركة. نحن نؤمن بإمكانية مد الجسور لرأب الصدع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. في كازاخستان نؤمن أيضاً بأخذ الممكن لتحويله إلى واقع. كازاخستان تفخر بقيادتها لمنظمة التعاون الإسلامي تحت اسم جديد وعلم جديد نحو واقع جديد.